السلام عليكم. طيب ده السكشن قبل الاخير في الكورس بتاعنا عن الريسيفنج انتنز. هو السكشن طبعا نزل اوريدي، يعني كان المفروض ان احنا خدناه الاسبوع اللي فات، بس انا كان في شويه لخبطه كده. لو انتوا برضو الناس اللي هتبدا تشوف الفيديو يعني، فانا يعني حاولت شويه ان في الريكورد ده بدل ما اشرح السورسز اوف يعني لخبطه كانت جايه منين، قلت احسن اشرح سيكشن كله من الاول كده بنظافه يعني. ممكن بقى كده حتى الناس اللي ما شافتش بقى السيكشن وما حضرتوش يتفرجوا على طول وخلاص يعني. برضو الورق بتاع السيكشن نزل اوريدي عند محمد يعني، والسلايدز دي برضو هرفعها لكم. طيب المهم خلينا كده ننجز شويه. احنا هنتكلم الاول على الريسيفنج. احنا يعني المفروض السيكشن ده عن الانتنا بارامترز ان ريسيف مود، او يعني بيسموها ساعات ريسيفنج انتنز، ان احنا عايزين نكاركترايز الانتنا بيرفورمانس وهي بتريسيف مش وهي بترانسميت. احنا كل اللي فات كان ترانسميت. بيزيكلي احنا بنتكلم على خليني برضو اجيب بليزر بوينتر عشان الدنيا تبقى سهله شويه. بيزيكلي هنتكلم على بارامتر اسمه effective length و effective area. الاثنين دول بيربريزنتوا شويه او بيعبروا عن هي قد ايه هتريسيف. هنشوف بعد شويه ازاي، وبعدين هنشوف ازاي ان ممكن ابلاي مثلا الافكتيف اريا، وشويه يعني الكلام اللي هنقول في افكتيف لينث في فيرست ترانسميشن فورمولا اللي احنا اوريدي اتكلمنا عليها في اول الترم. وبيزيكلي احنا هنستعمل او هنبني كلامنا على الريسيبروسيتي، لان الريسيبروسيتي اقدر من معناها اربط الانتنا بيرفورمانس هي بتريسيف بالبرفورمانس بتاعها هي بترانسميت. بعد كده هنحل لنا كام مسألة، وبعد كده هنتكلم كده شوية على البولاريزيشن. بس أنا عايز بس أقول إيه، الجزء بتاع البولاريزيشن ده كان في شيت قديم كان في مسائل على البولاريزيشن، وكانت بيزيكلي مبنية على حتة البولاريزيشن لوس فاكتور اللي جوه فريست ترانسميشن فورمولا اللي احنا المفروض فاكرينها يعني من أول الترم. الشيت الجديد ما فيهوش المسائل دي، بس يعني هو ستيل برضو البولاريزيشن لوس فاكتور حساباته علينا، وهو نفسه كبولاريزيشن نفسه علينا اصلا المفروض ان احنا خدناه كمان من السنه اللي فاتت. فالريفيجن دي هتبقى حاجه يعني اكسترا شويه، اللي عايز يشوفها تمام، اللي مش عايز مشكله. اكشلي هي مش مكتوبه في ورق السكشن، بس كنت انا عامل الريفيجن دي في ورق يعني هبعته لكم برده. وبعد كده هنحل لنا بروبلم كده على البولاريزيشن. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ زي ما قلنا عايزين كاركترايز الانتن هي بتريسيف، فهنبني كلامنا على الريسيبروسيتي. فاول حاجه بنتكلم عنها هي الافكتيف لينث. الافكتيف لينث عايزين نقول عليه كام حاجه كده. طبعا كان في بروف الدكتور عمل معاكم في الليكتشر، لو انا عندي دايبول انتنا كان هو رسمه لكم يعني ازاي ان انا اجيب الفي اوبن سيركت بتاعته. خلينا نتكلم الاول كده ايه حكايه الافكتيف لينث. الحكايه ان انا دلوقتي لو بتكلم على الانتنا هي بتريسيف، فانا اقدر اموديل البرفورمانس بتاعها ان هي عباره عن فولتج سورس ومعاه ريزيستنس، يعني زي ايه، زي ثيفينين يعني، لان هي في الاخر linear element. فبالتالي اقدر ابص ان لو ال linear element ده انا مدخله some power density وهو في الاخر قدر يحولها ل some current of voltage، فهو كانه بالنسبه لي equivalent source. طيب فانا يعني اول ما اتكلم عن الانتنه وانا بريسيف منها، يبقى انا بتكلم ان الريسيفر بتاعي هو من اول زد لود دي بقى اللي هو اول حاجه مثلا بتبقى ال ان اي مثلا، اللي يبدا بقى يكبر السيجنال اللي عندي دي وما يكبرش النويز اللي معاها. بعد كده بقى شويه ايه فلترز وامبليفايرز وميكسر وقصص بقى كتيره كده الناس اللي شغاله ار اف يعني هتبقى فاميليار بيها. بس انا بالنسبه لي كسيركت سيركت وايز انا لو باصص على الانتنه هي مجرد سورس بالنسبه لي ومعاه الامبيدنس بتاعته، لان اي سورس ليه امبيدنس او يعني سورس امبيدنس زي ما بيسموها، واللي هي بيطلع من عليها الكونديشن بتاع ماكسيمم باور ترانسفير والكلام بقى اللي كنا خدناه السنه اللي فاتت ده. طيب لو احنا يعني ابلايد ثيفينين عشان نعرف اصلا نحسب الزد سورس والفي انتنا دول بكام، هنلاقي ان الزد سورس هو بالظبط الانبوت امبيدنس بتاعت الانتنا في الترانسميتنج مود. الحقيقه انا عايز يعني اكتب لكم شويه نوتس كده برضو. ثواني خلينا مثلا ايه احنا كنا واقفين هنا، فاحنا ممكن نزود مثلا معلومه كده على جنب، بدل مش عايز ازود الانوتيشنز قوي يعني. فلو معلومه مهمه هنكتبها، ممكن اقول ان الزد خلينا نكتبها بايكويجن. هتاكد بس ان الدنيا شيرد المفروض.
الدنيا شيفت. اوكي هنروح قايل مثلا ان زد انتن هو بالظبط الزد ان لو احنا اكس انتنا اللي هو لو نفتكر كان ار ريد بس ار لوس جي اكس اي. كنا بنقول ان الاكس اي دي ان جنرال هي الرياكتيف بارت بتاع الامبيدنس اللي هو حساباتهم كانت اوت اوف سكوب بالنسبه لنا يعني. والفي انتنا نحط برضو ايكويشن الفي بقى اكشلي هي ايه هي اللي احنا كاتبينها هنا دي هي الفي اوبن سيركت ده اكشلي اللي احنا كتبناه هنا يعني احنا كتبنا بس الجزء بتاع الفي. فخلينا نكمل اللي احنا كده بنقوله اللاين دول بس كده. اوكي دي طريقه كده ماشي. المهم نكمل اللي بنقوله. طيب فاحنا كده بالنسبه للزد سورس خلاص دي ربطناها بالزد ان مش مشكله. طيب بالنسبه بقى للفي اوبن سيركت الفي اوبن سيركت بالظبط كان في السلايد في المحاضره تمام. والدريفيجن ده احنا هنعدي عليه اكشولي في مساله برضو او مسالتين في الشيت هنطبقه تاني على دايبول بكيسز مختلفه ونطبقه على لوب انتنا. بس هو في الاخر ممكن ابص له بشكلين يعني ممكن ابص ان انا لو عايز اجيب الفي اوبن سيركت فانا هعمل فعلا الدريفيجن بتاعي لغايه ما اوصل لاكسبريشن بيجيب لي الفي اوبن سيركت ان تيرمز اوف الانتنا نفسها والدايمنشنز بتاعتها والالكتريك فيلد اللي نازل ده اللي عملناه في المحاضره. او ان انا اقول ان الفي اوبن سيركت هو اي انسيدنت دوت سم كوانتيتي اسمها الافكتيف لينث. ممكن نبص للموضوع ازاي؟ ان انا لو عندي current element لو انا عندي current element اللي احنا بدأنا بيه من الاول خالص تمام. خلينا نحط مثلا ايه annotation سريع كده. انا لو عندي current element كده هو طوله dl تمام وانا ايه انا عارف already ال current element ده بي transmit wave عاملة ازاي. فانا لو رحت نزلت عليه wave وعايزه ي receive ال wave دي فلو انا عندي some يعني element عندي مجرد واير واحد بس كده وانا نزلت عليه الكتريك فيلد باتجاه معين كده يبقى المفروض ان 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 الفولتج اللي انديوسد along the line ده وهو صغير جدا هيكون ايه هيكون من الديفينيشن بتاع الفولتج ان ال V ما بين نقطتين A و B بيساوي الالكتريك فيلد دوت برودكت مع اللينث بتاع ايه الحاجه اللي عندي دي من A ل B. فانا في الحقيقه لو عندي element واحد بس current element عادي جدا فانا اقدر اقول ان الالكتريك فيلد اللي نازل دوت اللينث بتاعه الفيزيكال لينث في الدايركشن بقى بتاعه هو نفسه اللي هو هنا مثلا يبقى اتجاه اي زد او اي حاجه هو ده الفولتج اللي induced عندي. طيب ده بالنسبه للcurrent element لكن احنا لو اي انتنه تانيه عندنا مش هتبقى current element. امال ايه اللي بيحصل؟ بعمل كاني بجيب equivalent current element. يعني انا عايز اشوف البارامتر ده اللي هو length اللي هو بالنسبه لي هنا هو عباره عن فيكتور في اتجاه الكرنت والماجنتيود بتاعه هو length. ده بالنسبه لاي انتنه ثانيه هيبقى عباره عن ايه بالنسبه لاي انتنه. فبنستعمل ساعتها الايه القانون ده اللي انا بقوله ده برضو عباره عن ايه اللي انا بقوله ده هو different approach بحسب بيه الافكتيف length. في الابروتش اللي احنا الدكتور اسلام اتكلم فيه في المحاضره وفي الابروتش ايه اللي هو بيزد على القانون ده اللي هو اكشلي موجود في الفورمولا شيت برضو. ايه القانون ده؟ القانون ده احنا بصينا هنلاقي ان هو تقريبا نفس القانون بتاع الالكتريك فيلد بتاع الكرنت اليمنت. الفرق بس ان كانت نيجاتيف دي كانت بوزيتيف بدل نيجاتيف وهتلاقوا ان هي يعني لما تحط الدايركشن بتاع ال ان هو الاي زد هتلاقوا ان هي ظبطت لان هتلاقي ان الاي دي اصلا كانت في اتجاه اي ثيتا هتلاقوا ان هي يعني عند الايه عند ال عشان لما تظبط يعني الكوساين بقى والكلام دوت لو انت نازل بقى بالشكل ده عشان يبقى دوت برودكت يطلع لك واحد يعني لان ساعتها الكتريك فيلد هيبقى فيرتيكال هتلاقي ايه هتلاقي الدنيا كلها ظبطت. فباختصار الاكسبريشن ده هو بتاع الكتريك فيلد بتاع الكرنت اليمنت. فانا بعمل ايه؟ انا بشوف الانتنه بتاعتي
لو جالها، لو انا مثلا عندي سام انتنا نزل عليها ويف في الاتجاه ده، اروح شايف لو هي هترانسميت في الاتجاه ده along نفس اللاين بالظبط بس في عكس الاتجاه، هترانسميت اي عامل ازاي، بيساوي ايه، وبعدين الاي اللي هيطلع ده اساويه بالاكسبريشن ده واطلع منه الكوانتيتي دي، كان يعني ايه ضربت الاي في 4 باي ار وقسمت على الكلام ده كله. فساعتها الكوانتيتي دي هتبقى هتبقى كانها اللينث بتاع الايكويفالنت كارنت اليمنت اللي هو بقى الراجل ده اللي الانتنه دي عامله زي، كاني كده رحت قايل الانتنه دي بالنسبه لي ان كانت هي عباره عن ايه، هي ايكويفالنت لايه، للكارنت اليمنت اللي عندي ده. فلو عرفت في الاخر هي ايكويفالنت كارنت اليمنت اللينث بتاعه هو ال والدايركشن بتاعه هو في الاتجاه بقى بتاعه ايا كان، يبقى كده اقدر اقول على طول ان ال v هي اي اي دوت ال اي. تمام، فاحنا كده ايه بنقول ان انا عشان احسب الافكتيف لينث باختصار بقى، ايذر ان انا بعمل الديفيجن اللي احنا عملناه في المحاضره واللي احنا هنعمل زيه تاني في السكشن وهنشوف هنراجع بعد شويه تعمل ازاي، او ان انا بجيب الالكتريك فيلد، اروح قايل مثلا الويف نازله في اتجاه معين، اجيب الالكتريك فيلد بتاع نفس الانتنه لو راديتد along نفس الدايركشن along نفس اللاين بس في عكس في عكس الدايركشن. تمام، اروح قايل الانتنه دي لو هتراديت along نفس اللاين بس في عكس الدايركشن، والاي اللي طالع الاكسبريشن ده اطلع منه الافكتيف لينث. طيب فده كده كان بخصوص الافكتيف لينث، هنابلاي برضو الكلام ده في المساله يعني عشان الناس مش متخيل قوي. طيب دي واحده بس، مش عارف مين اللي عملها بعدها. المهم طيب تاني حاجه بالنسبه للافكتيف اريا، عملنا ديفينيشن برضو لحاجه تانية تريبريزنت الباور اللي انا استقبلتها قد ايه، وهي كانت الافكتيف اريا. الافكتيف اريا كل اللي بنقول فيها ايه، ان انا لو عندي بدل ما الويف اللي جايه انا يعني عرفتها بالالكتريك فيلد اللي نازل، لا انا عرفتها بالباور دنسيتي اللي نازله. فبقول لو انا عندي باور دنسيتي نزلت وجالي منها باور ريسيفد ما، فيبقى كاني ضربت الباور دنسيتي دي في اريا او في سم افكتيف اريا. ف بيزيكلي انا كاني بقول والله الانتنه بتاعتي ليها سم افكتيف اريا، اول ما الباور دنسيتي هتنزل عليها هتروح مضروبه في الاريا دي كلها هتطلع لي باور. والافكتيف اريا طبعا كان في ليها انواع يعني اتقالت في المحاضره، بس كان في منها ما يسمى بالماكسيمم افكتيف اريا، وهي بتقابل بقى ايه، بتقابل ماكسيمم دايركتيفيتي او ماكسيمم جين. حقيقه خلينا نشيل بقى الانوتيشنز مش لازم، بتقابل ايه بقى، بنقول مثلا والله الافكتيف يعني مش عارف والله اتكتب ولا ايه، بس يعني ان ال نفتح كده equation نكتب دي مثلا شد دي كده اهو، اقول له مثلا ان ال A effective maximum هي ايه بقى، ان انا في الاخر ال effective area دي بلاقي ان انا حسب ال direction اللي انا نازل فيه، حسب ال direction اللي انا هنزل فيه هلاقي ال effective area نفسها بتختلف. فدي تقدر تقول ان هي maximum of A effective على ايه along يعني كاننا بنقول ايه الثيتاز. بيطلع لنا منها القانون اللي احنا كاتبينه هنا. القانون جاي منين؟ جاي من ان انا باختصار لو في عندي سيركت بالمنظر ده كده، فانا ممكن اقول ايه، ممكن اقول والله at the condition of maximum power transfer، يعني ممكن اقول كده ان عند maximum power transfer ال P أو ال Z load تساوي ال Z antenna conjugate عند إيه؟ عند ال maximum power. طبعا يعني دي في الحقيقة الموضوع هيبقى ملخبط شوية، دي مثلا Z antenna دي كده كونجوجيت ايه من فوق، ونشيل بقى اللي قبلها دي. انا برضه عايز كلامي اريدبل يعني عشان كده بكتبه لكم تكست يعني تايبنج. ساعتها بلاقي ايه، بلاقي والله ان الباور ار اكس هي بتساوي ال في سكويرد الماجنتيود بقى في سكويرد على 8. هي actually يعني خلينا نقول ايه،
من ار لود بقى على بعضها بتساوي الار انتنا بقى، افترض ان هو كله ريل لود يعني، which is usually the case يعني. ساعتها هقول ان ده بيساوي في سكويرد على 8 ار انتنا، وده حقيقة القانون اللي عندنا. فاقدر اقول ساعتها ان الباور ار اكس دي هي ايه، هي الافكتيف اريا في الباور دنسيتي، فارجع اقسم باور دنسيتي هناك. طيب واحنا برضو عارفين من الريسبروسيتي ان الجين والافكت او يعني ماكسيمم جين، خلينا بقى نرجع نكمل فين السلايد شو اهو، عارفين ايه، عارفين ان الماكسيمم جين مرتبط دايما بالماكسيمم افكتيف اريا عن طريق العلاقه دي اللي هي 4 باي اوفر لامدا سكويرد. اعتقد الدكتور اثبتها معاكم في المحاضره، لو ما اثبتهاش كان في بروف ليها يعني اتقال في المحاضرات القديمه. لو ما اثبتهاش هي مش طالبين يعني اثباتها عامه، بس يعني من الريسبروستي بقدر اثبت العلاقه اللي زي دي. فانا ايه من هنا زي ما قلنا ان عندي ماكسيمم جين وعندي ماكسيمم افكتيف اريا، ومن هنا برضو بديفاين الراجل ده اللي هو اسمه ايه، اللي هو اسمه الابرتشر افيشنسي. احنا كنا قلنا في الابرتشر انتنا ان الماكسيمم افكتيف اريا ريليتد للفيزيكال اريا عن طريق الابرتشر افيشنسي، زي اللي هي يعني تعتبر الالومينيشن افيشنسي برضو، لان الالومينيشن افيشنسي لو نفتكر كانت ايه، كانت الجين او الدايركتيفيتي على الدايركتيفيتي لو انا عندي يونيفورم كرنت ديستريبيوشن. فانا هنا بقول ان الافكتيف اريا ماكسيمم related للفيزيكال اريا بالابرتشر افيشنسي، وبتبقى بتساوي الفيزيكال اريا او يعني الابرتشر افيشنسي بتبقى بتساوي واحد لو انا عندي يونيفورم يعني يونيفورم فيلدز عامه على الابرتشر. ده اللي احنا برضو كنا قلناه في الابرتشر انتنا فكركم بيها يعني. فبالتالي انت لو يونيفورم اي على الابرتشر او يونيفورم كرنت ديستريبيوشن على الواير انتنا، هتلاقي الابرتشر افيشنسي بقت واحد، وهتلاقي ساعتها الجين ده بقى ماكسيمم اللي هو الالومينيشن افشنسي هتبقى بواحد هي كمان او 100% يعني. لكن لو انت عندك فيلدز بتتغير فهتلاقي الابرتشر افشنسي بقت اقل من واحد، وهتلاقي الافكتيف اريا الماكسيمم اقل من الفيزيكال اريا، وهتلاقي برضو الجين معاها بقى اقل من الماكسيمم جين اللي ممكن يوصل. طيب بعد كده بنستعمل بس ايه شويه ريفيجن صغير كده، ان انا بروح قايل طب مش احنا قلنا القانون ده اللي فوق، فانا ممكن ان انا اروح قايل ان في اوبن سيركت سكويرد في الماكسيمم هتكون الماكسيمم افكتيف لينث في الالكتريك فيلد، على اساس بقى ان انا في الماكسيمم كونديشنز هيكون اوريدي دوت برودكت ده الانجل ما بينهم بزيرو يعني وفرال لبعض، فمش هيبقى في انجل ما بينهم. فاقدر اقول في الاخر ايه، ان الباور ديستي دي لو عوضت عنها اللي هي اي سكويرد على 2 ايتا الاقي نفسي وصلت في الاخر للقانون ده. القانون ده عندكم برضه في فورمولا شيت تقريبا. والقانون ده بيعمل ايه، بيربط لي بين الافكتيف اريا والافكتيف لينث، بيفيدني قوي لما اتكلم على واير انتنز، لان انا اقدر بسهوله ديفاين الافكتيف اريا بتاعت الابرتشر، ان انا من الابرتشر افشنسي حتى بعرف احسبها يعني. ممكن من الديريفيشن نفسه يعني اروح اشوف في الاخر الجين طلع كام ريليتد للاريا بتاعتي، واروح اقسم بعد كده على الفيزيكال اريا اطلع على طول الماكسيمم افكتيف اريا. لكن بالنسبه للدايبول طبعا من الدايبول برضو اي وود سي ان ممكن يجيب ماكسيمم جين برضو اللي هو مثلا كان 1.64 بالنسبه للامدا اوفر 2، واروح ضربه في لامدا سكويرد على 4 باي يجيب لي برضو الماكسيمم افكتيف يعني. بس هي الفكره يعني بيبقى صعب ان احنا نتخيل ايه معنى الافكتيف اريا بالنسبه للدايبول، فبنحب ان احنا نتعامل بالنسبه للواير انتنز ان جنرال ان ترمز اوف الافكتيف لينث، لكن في الابرتشرز نتعامل ان ترمز اوف ايه الافكتيف اريا، وفكره العلاقه دي بتربط بينهم هما الاثنين. طيب يبقى لنا بعد كده فريس ترانسميشن فورمولا، دي بتعمل لي ايه، بتعرفني باور فلو من التي اكس للار اكس، ودي بيزيكلي ان انا بفضل ماشي مع الباور واشوف ايه اللوسز اللي باور ممكن تتعرض لها. بروح قايل والله باور ار اكس ايه هي باور بتاعت التي اكس، بس بتتعرض لشويه مشاكل along the way. اولا وهي خارجه من الانتنه بتاعتي وهي رايحه اصلا للانتنه، لو مش ماتشد، لو الترانسميتر نفسه كسيركتري مش ماتشد مع الانتنه هيبقى في شويه ريفليكشنز، فالباور اللي هتبقى انبوت للانتنه هتبقى شويه منهم ريفليكتد ان terms of ايه، او يعني بتظهر ازاي في الايه في الاكسبريشن ده اللي هو جامع تي اكس سكويرد اللي هي يعني هتلاقي صوران يعتبر. طيب دي كده لغايه هنا الباور اللي داخله للانتنه. طيب الباور داخله الانتنه دي تروح متوزعه، هتوزع على السبيس كله بشكل سفيريكال ويف، فبالتالي along the direction اللي انا واقف فيه هيبقى فيه جين تي اكس، بس هلاقي نفسي اتقسمت على 4 باي دي سكويرد بالمسافه بتاعتي دي. عشان ايه؟ عشان انا اتحولت من باور لباور دنسيتي، انا براديت دلوقتي، فانا ماشي في جميع الايه في جميع الاتجاهات،
فساعتها لازم اقسم على السفير الكبيره قوي دي 4 باي دي سكويرد واضرب في الجين عند النقطه دي اللي هو اكشلي الانتنه بتعمله اللي كنا بنقول في اول الترم ان الانتنه كل اللي بتعمله بس ان هي بتوجه باور في اتجاه معين اكتر من غيره، لكن في الاخر لازم اقسم على 4 باي دي سكويرد. طيب بعد كده خلاص الويف دخلت او الالكتريك فيلد بدا يخش عند الريسيفر، اروح اشوف هل في بولاريزيشن ميس ماتش ما بين الترانسميتر والريسيفر ولا لا. يعني لو الريسيفر ده متوقع الكتريك فيلد هوريزونتال كده جاي له الكتريك فيلد فيرتيكال مش هيقدر اصلا يستقبله، طب ايه اللي بنعمله؟ بنروح ايه مديفاين الفاكتور ده اللي هو يو تي اكس دوت يو ار اكس سكوير بيسموه بولاريزيشن لوس فاكتور، اللي هو ده انا بشوف بيزيكلي يعني يونت فيكتور في اتجاه ترانسميتد الكتريك فيلد ويونت فيكتور في اتجاه الريسيفد الكتريك فيلد دوت برودكت مع بعض سكويرد، ومفروض لو في بولاريزيشن ماتش الاثنين هيبقوا في نفس الاتجاه فالدوت برودكت هيطلع لي واحد. طيب خلاص انا اوريدي طمنت البولاريزيشن ميس ماتش، خلاص الباور دنسيتي لغايه هنا، احنا باور دنسيتي لغايه هنا لان احنا قسمنا على الاريا اهو، فهنقف هنا خلاص عايز احول الباور دنسيتي للباور، يبقى هضرب في ايه؟ في الافكتيف اريا اللي هي لامدا سكويرد اوفر 4 باي في الجين، وبعد كده بضرب في ايه 1 ماينس جاما ار اكس سكويرد عشان لو كمان في ريفليكشنز ما بين الار اكس والايه والسيركتري بتاعتي اللي هي برضو من اول بقى ال ان ايه واحنا مكملين كده. بعد كده خلاص انا ايه من بعد دي كده انا دخلت على السيركت بتاعتي، فبالتالي الايكويشن دي او الفورمولا دي بتربط ما بين الباور انبوت للترانسميتنج انتنا والباور الاوتبوت من الريسيفنج انتنا. طبعا بنلاقي ان الحاجات اللي بتاثر عندنا هي تي اكس ماتشنج اللي هو اول حاجه، تي اكس لوسز هي يمكن مش يعني هي تظهر في الجين بقى ان جنرال، الجين هي عباره عن اللوسز وفي نفس الوقت عن الانتنا بيهيفير. يعني فري سبيس باث لوس هو الجزء ده اللي هو يعني اللوسز اللي بتحصل بسبب انها ماشي في السبيس، polarization loss factor اتكلمنا عليه، ال effective area اتكلمنا عليه هنا، وال rx matching اتكلمنا عليه هنا. هاي نبدأ بقى نخش في ال problems. دي يمكن المسألة اللي احنا اتكلمنا عليها في اخر السكشن بقى لما كان يعني offline. هي دي اللي احنا قلنا ان احنا هنعمل ايه، هنعمل حاجة شبه الديفيجن بتاع المحاضرة بس في كيس مختلفة شوية. طيب فهو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هو عنده عايزني درايف اكسبريشن من طريق الريسبروسيتي سوبرپوزيشن للماكسيمم اوبن سيركت فولتج ديفلوبت ات سنتر بتاع يعني هو كان بيتكلم على هاف ويف لينث دايبول اهو، وبيتكلم ان عندي يونيفورم بلين ويف. طيب خلينا كده ايه نجيب البين بتاعنا. طيب انا عندي في يونيفورم بلين ويف نازله كده، نازله بقى بانجل ثيتا، وبيقول لي ان هي نازله يونيتي الكتريك فيلد، يعني الراجل ده بيساوي واحد بس احنا فورناو هنفترض ان هو اي نود، يعني هنسيبه اي نود كده فورناو. طيب وبيقول لي بيقول لي انه عايز يعرف الفي اوبن سيركت بكام بسبب الويف دي. فدي زي ما احنا قلنا انت ممكن ان انت ايه تحلها بشكلين، ممكن تعملها ديريفيجن وممكن تحسب الافكتيف لينث وتعمل اي دوت ال اي، بس احنا طبعا بما انه عايز وحطها خط كده فالمفروض ما تعملش حاله تاني. وبيقول لي اسيوم ان الكرنت في الترانسميت مود هايپوثيتيكلي كونستانت، فهو هنا عايزني اتعامل مع لامدا اوفر 2 دايبول بافتراض هايپوثيتيكلي ان الكرنت اللي هنا كله اي نود. طبعا ايه ده بيورينا ازاي ان انا لو ماشي بيونيفورم كرنت الدنيا هتبقى احسن، فانا نشوف بعد شويه ده هتبقى احسن ازاي الحقيقه. طيب هو مبدئيا بيقول لي ان انا عندي ماتشنج بولاريزيشن. طيب لو انا منزل الويف دي ماتشنج بولاريزيشن هتبقى الويف دي نازله ازاي؟ خلينا نقول عامه ان ما دام الالكتريك فيلد في البلين اللي انا شغال فيه يبقى انا كده ماتشنج بولاريزيشن، بمعنى ان الويف خلاص نازله بالشكل ده يبقى الالكتريك فيلد ايذر ان هو بالشكل ده او طبعا عكسه او ان هو طالع لبره كده. طيب احنا عارفين ان الراجل ده امتى بنقول ان في polarization match؟ المفروض ان matching polarization خلينا بقى انا مش عارف اكتب ولا خلينا نكتب. طيب ثواني طيب نعمل ايه insert كده برضو some text box مثلا هنا. طيب احنا عارفين ايه؟ عارفين ان لو في polarization match يعني polarization loss factor بتساوي واحد، يعني ال E received parallel لل A ال E transmit
نكتبها بولد كده عشان نعرف ان دي فيكتورز. سوري، معناه ايه؟ معناه ان انا لو هستعمل الانتنه دي، خلينا بقى نقفل دول كده، عايزين بس كلمه يبقى ايه، هستعمل الانتنه دي كترانسميتر، الالكتريك فيلد اللي هيطلع منها هيبقى نفس الاتجاه بتاع الالكتريك فيلد اللي هو ريسيف. طب هي لو ماشي فيها اي نود ثابت او بيتغير ساينسويدري او اي حاجه، احنا عارفين ان اي داي بول مادام هو ستريت واير كده يبقى لازم الالكتريك فيلد بتاعه يبقى ايه، يبقى لافف كده حواليه. فبالتالي لو انا نازل كده على الاوريجين بتاعته، خلينا كده عايز انوتيت بقى وانا هنا، مش عارف الموضوع هيبقى صعب شويه. نقول مثلا ايه، مش عارف في بين هنا ولا لأ، بس يعني ماشي، خلينا مثلا نعمل حاجة كده. أو ماشي، ده مثلا أنا عارف الإلكتري فيلد هيبقى عامل إزاي، هيبقى حاجة من المنظر ده كده، هيبقى لافف حوالين الدايبول بتاعي. رسمة هي ولا أعصب، مكنتش عارف رسمها بإيدي كده مثلا. طيب فده معناه إيه؟ معناه إن الفيلد عند النقطة دي هيكون نازل كده. ده الايه؟ ده الالكتريك فيلد ترانسميتد. فبما ان الريسيفد طالع كده عليه يعني along نفس اللاين، يبقى اقدر اقول ان ده كده ماتشنج بولاريزيشن. لكن امتى ما يبقى مش ماتشنج؟ لو الالكتريك فيلد نفسه خارج بره الصفحة. اوكي؟ بنعمل ايه؟ بنعمل اكشلي هي خطوة واحدة يعني بنعملها في كل المسائل دي، ان انا بروح قايل هنا معلش انا هانوتيت عشان نعرف بس نتخيل كده هنعمل ايه. انا بروح اعمل ايه؟ بقول انا عارف ان الريسبروسيتي، ان لو انا مدخل هنا input source، لو اعتبرت مثلا ان ده كده port 1 اللي هو عند input بتاع الانتنة، ورحت واخد من هنا كده port 2 ورحت قايس current مثلا هنا بأميتر مثلا، وقلت ان ده كده port 2، تمام. نسيب بقى الانوتيشن دي كيب اون. طيب فاحنا بنقول ايه؟ بنقول ان انا عارف من الريسبروسيتي ان زد 1 هي زد 1 2، بمعنى ان ال v 1 اوفر v 2 تساوي ايه؟ v 2 اوفر i 1. هو ده معنى الريسبروسيتي اكشلي. طيب وده اكشلي احنا بقى هنا كده، ده اللي احنا ترجمناه بعد كده لايه؟ للصوره دي كده بالظبط، في ان على اي زد، لان انا قلت ايه؟ ان في 1 هو الانبوت سورس اللي انا مدخله عندي عند بورت 1، فده ممكن اعتبره في ان، والاي اوف زد برايم هو الاي اللي عند 2، 2 دي نقطه نقطه يعني جنرال على اللاين بتاعي. طيب وهي بتساوي ايه؟ بتساوي في 2، ان انا لو جالي فولتج الناحيه دي اللي هو هيبقى في الحقيقه جاي من الويف اللي نازله على اي 1 اللي هي الاي اللي ماشيه هنا، اللي هي الاي اللي داخله ما بين التو بورتس بتوع الانتنة او تو انبوت بورتس بتوع الانتنة، يعني كاني قفلت الانتنة وهي بتريسيف، فبالتالي هي الاي شورت سيرك. طبعا انتم المفروض الكلام شرح في المحاضره، فانا مش عايز برضه اضيع في وقت كتير، بس يعني بيزيكلي احنا بنقول ان الترم الاولاني ده هو بيعبر عن الانتنة هي بترانسميت وبيعبر عنها وهي بتريسيف، فعشان كده بيطلعوا لي ايه بالشكل ده. طيب بروح قايل طبعا بعد كده ان الفي ان هي اكشولي هتسيب زي ما هي عادي، لكن والاي شورت سيركت بوديها الناحيه الثانيه، والاي اوف زد برايم هي اي نود، والالكتريك فيلد بروح قايل اي نود ساين ثيتا عشان انا باخد الكومبوننت اللي في اتجاه الزد. بعد كده اروح حاطط الايه؟ اروح حاطط الاكسبوننشال. ليه حاطط الاكسبوننشال بالمنظر ده؟ خلينا برضو عايز اعمل لكم ايه؟ اي تفصيله يعني مش واضحه نكتبها كده على جنب، بس احنا الخط ده عايز يصغر شويه. الاكسبوننشال ده بجيبه منين؟ بجيبه من ان انا والله عندي ويف ماشيه بالشكل ده، لو طردت ان اللي فوق ده هو الزد وان اليمين هو الواي، يبقى اقدر اقول ان الاي بتاعتي هي اي تو ذا جي كي مثلا ايه دوت زد او دوت ار مثلا. الموضوع عامل ازاي؟ ان انا المفروض بشوف لو هي ماشيه في الاتجاه ده، فده معناه ان هي ماشيه في يعني معناه ان هي ايه؟ معناه ان هي ايه في كوساين ثيتا
في ال Z prime ايه؟ ان انا ال component اللي في cosine theta هتبقى ماشية في ال negative Z، وبما انها negative Z يبقى بخلي ال exponential ده يبقى positive بدل negative. بعدين في component تانية ماشية في الاتجاه ده اللي هو actually negative Y، فاروح قايل برضو plus a sine theta Y prime. بعد كده انا بقول بقى ان انا هانتجريت along الراجل ده، فبالتالي انا عندي ال y بتساوي 0، فاروح ايه شايل الراجل ده. طيب خليني برضو نحط دي كده هنا، عشان كده يطلع لي الايه ترى الاكسبريشن ده، وبانتجريت على dz برايم من نيجاتيف ال. ليه بانتجريت؟ لان في الاخر بشوف انا عايز اربط البيهيفير ما بين الانتنة لو بعتت، لو انت يعني لو بتبعت يعني، وانتن لو بتريسيف، بس انا بالنسبه لي التو بورتس اللي كان عليهم 1 و2 هم الانبوت بورت وبقيه الانتنه، مش اي حته خلاص. لكن انا بدات حته جنرال وبعد كده رحت انتجريت اشوف، عشان اشوف بقيه الانتنه اللي بيحصل فيها. طيب هي انتجريت هلاقي في الاخر اللي حصل، هلاقي ان الاي نود خرج بره، فهلاقي يعني دي بقى خلينا مثلا نكتبها هنا كده. هلاقي ان مبدئيا الـ I short circuit يعني اللي احنا كملناها فبتساوي I node على VN. الـ I node على VN هي في الحقيقة 1 على Z antenna في الـ E node في الـ integration بتاع sin في الـ exponential. طيب وبعد كده اقدر اقول ان الـ I short circuit في الـ Z antenna هي الـ V open circuit. ليه؟ عشان انت في الاخر بتمودل الكلام ده ان انا عندي في سورس بتاع في اوبن سيركت معاه زد انتنه، وبعد كده قفلت بشورت سيركت، ففي اوبن سيركت هي اي شورت سيركت في زد انتنه، ويتبقى لي ايه؟ يوديه من الناحيه الثانيه يبقى كده في اوبن سيركت، الناحيه الثانيه اي نوت في ساين ثيتا في الانتجريشن بتاع الاكسبوننشال ده من نيجاتيف ال ال، اللي هو هيطلع لي في الاخر 2 ساين على ايه؟ على الكلام ده. فيطلع لي يعني ممكن حتى لو هنكمل دي برضه عشان تبقى ريدبل يعني، ساين ثيتا E integral من negative L L مش هتعمل كده هنا بقى الـ A هنا الـ exponential بتاعي E to the plus J K cosine theta Z prime وعندي Z prime. فده بيجيب لي في الاخر الايه الفي اوبن سيركت ده. طيب انا ممكن اقول بعدها بما ان انا جبت في الاخر الفي اوبن سيركت، ان طبعا هو كان عايزه يونيتي وكان عايز الماكسيمم اكشلي في اوبن سيركت مش في اوبن سيركت عاديه. خلينا نكتب بقى التفاصيل اللي كلها تحت كده وخلي ده كله كده مثلا. عارف هو على اي اساس بيختار ان هو يوديها كده؟ بس ما علينا يعني. طيب فانا ايه ممكن اقول بعدها ان من المنظر ده كده اقدر اقول ان يعني نكتبها برضه هنا ان الفي اوبن سيركت تساوي اي دوت ال او ال مثلا اي اللي بتساوي اي نوت اي. طيب الالكتريك فيلد خلاص احنا عارفين ان هو اتجاهه بالشكل ده كده. طيب فاروح قايله الكلام ده بقى ايه في ساين ثيتا او بقى الاكسبريشن ده كله ساين ثيتا او اكشلي ممكن نقول ان هو 2 على كي، 2 على كي دي اللي هي اكشلي لامدا اوفر باي صح ولا ايه؟ لامدا اوفر باي في تان ثيتا في ساين باي اوفر 2 ساين ثيتا. وبالتالي انا اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان هو ده كده الافكتيف لينث في اتجاه الاي نوت. وفي الاخر اقدر اقول ان الماكسيمم هيكون فين؟ اروح بقى اشوف طب عند انهي ثيتا؟ فلو قعدت في الاخر ثيتا ب 90 هلاقي ان هي عندها التان دي هتروح لانفينيتي والكوساين دي هتروح لزيرو فهتبقى ساين زيرو فتبقى زيرو في زيرو. فهعمل بقى لوبيتال بسرعه كده او حتى اسيبها بالمنظر ده واخليها بلوبيتال، وهيطلع لي في الاخر ان هي اي نوت في لام اوفر 2. طيب فانا كده حليتها بالشكل الايه؟ بالشكل بتاع الديريفيشن. طيب لو احنا عايزين نعمل الشكل التاني خلينا كده نعملها على جنب، ناخد مثلا دي اللي انا بقى بقول لكم عليه اللي هو
لو ما قالكش بقى هايبوثيتيكلي او ما قالكش يعني الديرايف برضو، يعني انا عارف معلومه كده على جنب، عارف الامتحان طبعا بقى اغلبه نظري زي ما انتم شايفين وام سي كيو كده، فالحاجات دي فعلا ممكن ما تجيش، بس احنا بنتكلم في ايه، في على الاقل ده يفهمنا الكونسبت نفسه. طيب انا كنت بقول ان انا هروح اشوف الدايبول ده لو radiated along نفس اللاين، فاروح قايله خلاص انا اي radiated بيساوي نيجاتيف جي اوميجا في ايه ثيتا اللي هي ايه اللي هي actually positive g omega sin theta z من اللي احنا فاكرينها من الدايبول. نفس الوقت ده بيساوي g omega، او يعني خلينا بقى ايه ناخد كل ده كده تاني copy ال z بقى هنحط ده ايه mu over 4 pi كده، مش خلينا نحط هنا دوت مثلا. طيب في الاكسبوننشال ماينس جي كي ار اوفر ار في الانتجريشن بتاع ايه بتاع الاي نود اي جي كي دوت ار برايم كل كده دي ال مثلا او دي زد برايم. طيب وبرده ايه الاكسبوننشال اكشن لما نيجي انتجريته هنلاقي ان هو طلع لنا نفس الريزلت اللي هناك، فنقدر نقول ان الكلام ده بيساوي جي اوميجا ساين كل ده كده زي ما هو. هنروح كمان حاطين هنا اي نوت، خلينا مثلا ميو اي نوت. وهيتبقى لي الاكسبوننشال لما اجي انتجريت الاكسبوننشال طبعا ايه بيطلع لي المنظر ده برضو اللي هو في 2 على كي بقى 2 over كي ساين over كوساين انزل تحت اي حاجه. تمام دي بقى هنخليها ثيتا. والساين دي هتبقى باي اوفر 2 ساين ثيتا. نقدر بقى نساوي في الاخر الالكتريك فيلد ده بالالكتريك فيلد اللي هي بتاع انهي اكسبريشن؟ بتاع الاكسبريشن اللي كان عندنا في الاول خالص اللي في الفورمولا شيت اللي هو نيجاتيف جي كي ايتا باي ان اللي هي في حالتها اتنين الاي نود. تمام في اكسبوننشال لماينس جي كي ار اوفر 4 باي ار كده كده في الافكتيف لينكس ذا فيكتور. ده هيطلع لي هيطلع لي في اخر الافكتيف لينكس ان هو طبعا كل الكلام ده المفروض في اتجاه الثيتا احنا عارفين، فيطلع في اخر الافكتيف لينكس في اتجاه الثيتا ويطلع لي في اخر بنفس الايه نفس الاكسبريشن اللي يطلع لنا هنا ده ادي ساين ثيتا موجوده اهي تمام ادي ال 2 اوفر كي اهي كل الكلام ده وباقي كله ايه اوميجا اكشلي في ميو وميجا في ميو هي كي ايتا فالاتنين دول هيتروا مع بعض. النيجاتيف ده هيخليها نيجاتيف اي ثيتا في الاخر هتلاقيها ظبطت ايه عند الماكسيمم يعني مش هتفرق كتير. طيب فكده ايه كده الحلين نفعوا معانا. طيب تعال نكمل ده كده كان اول نقطه. تاني حاجه كان بيقول ان عايز الالومينيشن افشنسي بتاعت الهاف ويف لينث دايبول بالنسبه للساين سويدل كارنت ديستريبيوشن. طيب هنعملها ازاي بقى الالومينيشن افشنسي في الكيس دي؟ تعال نشوف كده. طيب احنا عارفين ان هي كانت الدايركتيفيتي على الدايركتيفيتي لو انا كونستنت كارنت، بس انا مش هقعد اعيد حل المساله القديمه. فا اكشولي هي برضو بتساوي الافكتيف اريا على الافكتيف اريا لو انا كونستنت كارنت. عرفت منين الكلام ده؟ عشان ايه؟ عشان العلاقه اللي ما بين احنا بنقسمه طبعا لوسلسنس، فهي علاقه ما بين الجين والافكتيف اريا اللي فيها ايه كونستنت على طول، فالريشيو ما بين الدي والدي كونستنت هي ايه يعني دي ماكس يعني هي الافكتيف اريا والافكتيف اريا الايه الماكس. طيب واحنا عارفين برضو العلاقه ما بين الافكتيف اريا والايه والافكتيف لينث من ايه من القانون اللي احنا استنتجناه في الاول اللي هو حتى قلت لكم العلاقه اللي ما بينهم هما الاثنين موجوده في فورمولا شيت يعني. فتطلع لك في الاخر حاجه بالمنظر ده افكتيف لينث ماكسيمم سكويرد على الار سكويرد ودي ايه افكتيف لينث ماكسيمم سكويرد بتاع الكونستنت كارنت والار بتاعت الكونستنت كارنت. طيب تعالوا كده ايه
نمشيها كده، نمسك الاربعه اللي قدامنا دول. طيب بالنسبه لل ال effective maximum، فده ايه؟ ده اكشوالي هتلاقيه اصلا في الفورمولا شيت بتاع اللامدا اوفر 2 دايبول، ان هو ايه؟ لامدا اوفر باي. ده ايه في الفورمولا شيت؟ صغر الخط شويه. طيب وايه تاني يا سيدي؟ انت طبعا ممكن تستنتجه باي طريقه من الطرق اللي احنا قلناها من شويه. وبرضه انا عارف ان ال effective maximum ما طبعا يعني معنى ماكسيمم ايه، يعني زي ما احنا شفنا هو كان فانكشن في ثيتا، فانت بتشوف هو ماكسيمم فين. فبتاعه الكونستانت كارنت هو ايه؟ هو اللامدا اوفر 2 اللي احنا ايه لسه اثبتناه من شويه. طيب والار العاديه هي الايه؟ هي الار بتاعه اللامدا اوفر 2 دايبول، هي الار بتاعه اللامدا، لامدا مكتوبه غلط كده، اوفر 2 اوفر 2 بول، اللي هي ايه؟ اللي هي تقريبا كده مثلا ابروكس 73. فانا فاضل لي الايه؟ الار كونستنت. هعملها ازاي؟ هجيبها من البيزك برنسبل، يعني من الاي اللي انا لسه مطلعه من شويه. احسب الاي اللي احنا لسه اكشلي حاسبينه المره اللي فاتت، هيطلع لي في الاخر بالمنظر ده كده كله. بس طبعا هقول بقى ان هو كونستنت كارنت يعني، واروح انتجريتو ساين سيت، يعني انتجريت بقى الباور دنسيتي يعني، يعني اكشلي انا عشان برضو الناس ما تحسش ان احنا طبعا الكلام ده كله برضو ايه، خليني اقول لكم حاجه يعني. الكلام ده الورق اللي انا منزله لكم فيه حل بتاع الكلام ده كله، فانتوا اكشلي عندكم تو سورسز دلوقتي، سورس السلايدز فيها الحل والورق فيه شرح شويه للحل يعني، الناس بتفضل الورق عموما. فانت هنا بتقول ار ريد هي بتساوي طبعا ايه؟ ده انا هقسم على نص اي نود سكويرد، صح؟ خلينا برضه نصور الخط شويه ان احنا كده كده. وبقول ايه بقى؟ بقول ان كل الكلام ده فيه الانتجرال بتاع ايه؟ بتاع ال e squared على 2 ايتا، مش عايز انا اعملها كده، مثلا هنا نقول دي دي اوميجا مثلا، او مثلا دي ثيتا دي فاي، حط هنا الايتا بتاعتنا برضو، حط قوسين بقى ونخلص. طيب وطبعا ده كله ايه؟ في ار سكويرد ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي. لما نيجي انتجريت الكلام ده يطلع لنا في الاخر انتجريشن رخم كده بالمنظر ده. الانتجريشن ده احنا حلناه بالكالكوليتر على طول، هيطلع لنا ايه بالرقم ده. وخد بالك وانت بتعوض في الكالكوليتر ان انت هتلاقي من 0 لباي، فهتلاقي ان الكوساين دي كده عند باي اوفر 2 هتبقى 0، فهو لما يجي يحل الكالكوليتر لما يجي يحل هيطلع لك ايرور، فقسمها لاثنين، مره من 0 لباي اوفر مضروبه في 0.99 ومره ايه من 1.01 باي اوفر 2 لايه لباي، يطلع لك في الاخر المنظر ده. هتيجي تعوض في الاخر يطلع لك الالومينيشن افشنسي اللي احنا ايه اللي احنا عارفينها من زمان اللي هي 92.2 تقريبا. طيب اوكي ماشي. تالت نقطه كان بيقول لي ايه هو ماكسيم افكتيف لينث بتاع كورسبوندنج كوارتر ويف لينث مونوبول. طيب هنروح احنا ايه، هنروح قايلين والله انت كده بتتكلم على ممكن نقول ان الدايركتيفيتي بتاعت الدايبول اوفر الدايركتيفيتي بتاعت المونوبول هي ايه؟ هي نص، لان احنا كنا بنقول ان الفرق ما بين الكوارتر ويف لينث مونوبول والهاف ويف لينث دايبول هو بس ان انا عندي نص الاريا، فبالتالي ضعف الايه؟ ضعف الدايركتيفيتي. فالدايبول هتبقى النص، وانا برضو عارف ان الريشيو ما بين الدايبولز او الدايركتيفيتي يعني هي الريشيو ما بين الافكتيف لينث مع ايه؟ مع الـ او الريشيو ما بين الافكتيف ارياز اللي هي برضو تقدر تربطها ما بين الافكتيف لينث والار. طيب الافكتيف لينث بتاع الدايبول والمونوبول اكشلي هو ده اللي احنا عايزينهم، احنا معانا بتاع الدايبول اوريدي. كان طالب اصلا بيقول لي ماكسيم افكتيف لينث بتاع ايه؟ بتاع كوارتر ويف لينث. طيب الار بتاع الدايبول احنا عارفين ان ايه؟ ان لو بتاع المونوبول فانا برضو عشان الراديتد باور نص بالنسبه للمونوبول، فالار بتاعت المونوبول بتساوي نص بتاعت الدايبول. فانا عارف العلاقه ما بين دي ودي، وعارف العلاقه ما بين الاثنين دول على بعض، فاقدر اجيب العلاقه ما بين ايه؟ ما بين دي اللي فوق دي ودي. هيطلع لي في الاخر ايه؟ هيطلع لي ان هما الاثنين بيساوي بعض، هما الاثنين بيساوي لامدا اوفر باي، وده ايه؟ ده في الفورمولا شيت. طيب فده كده كان
يعني مسألة شبه شوية اللي اتقال في المحاضرة دي اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في السكشن، بس ايه يعني ما كملناش فيها عشان الوقت يعني. طيب في تاني مسألة دي هبلة قوي عدى عليها بسرعة كده، وكان بس بيقول لي ايه ان انا required اني استابلش مايكرويف لينك واديني الديستنس، وبيقول لي ان الانبوت باور هي يعني اكشلي ابلكيشن على فريس يعني. اقول لكم حاجه يعني، انا في سيكشن شرحت واحده تانية فانا كنت حاططها في الاخر، ف هجيبها بدل دي احسن يعني. المره دي اكشلي يعني دي اصعب يعني، وكمان دي شرحناها في السيكشن، فانا عايز يعني عشان دي اللي اتلخبطنا فيها فعايز اركز عليها اكتر. طيب خلينا نشرح دي تانية، ممكن تقولوها يعني سهل قوي. طيب هو بيقول لي ايه بقى، بيقول لي انا عندي اتنين half of length dipoles بالمنظر ده كده، والفيد كارنت بتاع تي اكس انتنا مديهوني، والانجل ساي تي وساي ار، وبيقول لي دي الانجلز ما بين الديستنس ما بينهم. اوكي طيب. بعدين يا سيدي قال لك ايه، كمل كمل تمام. هو ايه، هو بيوصف لي يعني بيقول لي ان هي الانجل دي ما بين الديستنس او اللاين يعني جويننج الانتنز، والايه والنورمال على كل انتنا منهم، اللي هو برضه منطقي يعني. طيب وبيقول لي كمان ان انا عندي يو تي ويو ار، دول بيعبروا عن ايه، بيعبروا عن ال direction اللي الانتنه نفسها موجوده فيه، يونت فيكتور في اتجاه الايه، في اتجاه الانتنه، ومديني المسافه بكام وفريكونسي بكام. اول حاجه عرفت ماكسيمم باور ديليفرد تو ماتش لود كونكتد تو ذا تيرمينالز. هنا ده ابلكيشن على فريس. لما نيجي نبص على فريس هنلاقي الوضع عامل ازاي، هنلاقي ان انا تعالوا كده نكتب المعادله قدامنا اهي. طبعا المعادله برضو يعني بس المشكله الكلام ده ريد اونلي، بس يعني مش مشكله، ممكن ممكن نكتبها تاني عادي. طيب خلينا مثلا نيجي هنا، انا اكشلي ممكن اقول ايه، ممكن اقول ان power received ان مبدئيا هي اي ار ام اس اللي هو مديهاني دي مضروبه في ار لامدا اوفر 2. ليه؟ انا لغايه هنا جبت الباور اللي داخله على الانبوت انتنا دي. انا افترضت ان الدنيا ماتشد، هو ما قاليش اي حاجه بس انا فرضت فور ناو، هو قال ماتشد لود كمان اهي اهو. فبما ان ماتشد لود يبقى مفيش جامع ترانسميتر. طيب بس انا هحتاج ان انا اقسم على 4 باي دي سكويرد، انا مش عارف هي مش مقسومه هنا ازاي الحقيقه، خلينا نكتبها، خلينا بقى نحط هنا ايه فيلينج كده. ممكن في الاخر قول الرقم صح يعني مش فاكر بصراحه. طيب هنا بي ار اكس هتساوي ايه، زي ما قلنا اي نود ار ام، هو هنا مدياني ار ام اس، فا اوكي خلينا ايه نحطها على طول كار ام اس سكويرد في ار لامدا. لحد هنا ده ايه، طبعا ار لامدا اوفر 2 معروف ان هي 73 يعني. لحد هنا انا خلاص خرجت بره في الهواء، هروح ايه ضرب في واحد على 4 باي سكويرد ايه، وبعدين كنت طبعا ضرب في الجيم بتاع ترانسميتر. وهنا قال لي ان الجيم بتاع ايه بتاع ترانسميتر، هو بيكلمني ان دكتور كده هاف اوف لينث دايبولز الاثنين، فانا المفروض ان انا عارف الجين ده كام، وعارف ان هو كمان عامل ازاي كفانكشن في ثيتا وفاي يعني. بعد كده اروح ضارب في الافكتيف اريا بتاعت الريسيفر اللي هي ايه، اللي هي لامدا سكويرد برضه، هو انا بشوف الدوت دي بيزعل بس مش مشكله، اوفر 4 باي كل ده مضروب في جي ار اكس. تمام كده ايه، كده باور دخلت عندي في الريسيفر خلاص يعني. بعد كده هو قال لي كمان الدنيا ماتشت، فمش هقدر ان مش هحتاج ان انا ازود حاجه اكتر من كده. طيب كارقام بس الدنيا عامله ازاي، كارقام طبعا هم مديني الدي، مديني الاي، الار انا عارف ان 73، الجيم بتاع اللي هو عايز ماكسيمم باور، فانا بقى ايه هماكسمايز كل حاجه في سكتي. فاكشولي انا هعتبر ان دي هي ال 1.64 ودي هي ال 1.64 لان دي ماكسيمم جيم بتاع الهاف وينث دايبول. اللامدا طبعا معايا كده كده من الفريكونسي والحاجات التانيه كلها معايا، فاروح ايه شايف في الاخر هتطلع لي كام، مش فاكر صح الرقم بقى التاني ده كان صح ولا غلط، 500 مايكرو ده، بس ارقام مضبوطه زي ما قلت لكم يعني في الورق. طيب تاني حاجه بعد كده بيقول لي عايز يعرف الكونديشنز على ساي تي وساي ار ويو تي ويو ار عشان الماكسيمم باور دي تبقى موجوده. طبعا ان الجين عشان يبقى ماكسيمم لازم انا في الاخر خارج مني ايه، خارج مني دونت، فعشان ابقى ماكسيمم لازم ابقى ايه، لازم ابقى
فيرتيكال كده بالظبط، لازم هوريزونتال يعني، لازم نورمال على الراجل ده، ولازم ده برضو يعني انا دايما ده بيراديت الماكسيمم بتاعه في الاتجاه هوريزونتال، وده برضو هيستقبل الماكسيمم بتاعه في الاتجاه ده، فلازم الاثنين يبقوا اكشلي بارلل لبعض عشان الدنيا تظبط. فهقول له ايه، لازم الساي تي والساي ار يكون يساوي 0 عشان يبقوا الاثنين بارلل لبعض كده. واليو تي واليو ار بقى، دي بقى حته ايه مهمه شويه. خلينا نانوتيت برضو في الحته دي. لو انا خليت الساي تي والساي ار يساوي 0 هتفرق ايه اليو تي واليو ار؟ دي حاجه كده ايه محتاجين نتخيلها شويه. طيب انا كده لو خليت الساي تي والساي ار يساوي 0 هيبقى عندي حاجتين عاملين بالمنظر ده كده. طيب فانت دلوقتي يعني اليو تي واليو ار خلاص واضح انهم بارلل، فروح قايل لك لا خد بالك الكلام ده في 3 دي، وده اللي هنشوف في السلايد اللي بعدها في النقطه بتاعت 4 تقريبا. فممكن يبقوا الاثنين الساي تي والساي ار بتاعهم يساوي 0، بس مثلا واحد عامل كده والتاني ايه والتاني طلع لفوق شويه، او لو احنا رسمناهم مثلا في 3 دي، لو احنا مثلا رسمنا الانتنز بالشكل ده، واحده تبقى عامله كده وواحده تبقى عامله كده، هتلاقي الاثنين فعلا الاثنين بارلل يعني، الاثنين الساي بتاعتهم بزيرو، والاثنين فعلا يعني الباترن بتاع ده ماكسيمم من الناحيه دي والباترن بتاع ده ماكسيمم من الناحيه دي، فانت كباترن الدنيا حلوه، لكن والجين فعلا هيبقى ماكسيمم. لكن المشكله ايه؟ مشكلة اكشلي في بولاريزيشن، الراجل دوت الكتريك فيلد هيبقى نازل كده اهو بالنسبة له، لكن الراجل ده الكتريك فيلد هيبقى ايه؟ هيبقى راجع كده بالنسبة له. فهنا ده هوريزونتال وهنا ده فيرتيكال بولاريزيشن، فكده ايه؟ هي في بولاريزيشن لوس، يعني توتال بولاريزيشن ميس ماتش كمان. فعشان كده لازم كمان ان اليو تي واليو ار يكونوا بيساوي زيرو، بمعنى ان الاثنين بارلل لبعض تماما، الاثنين بارلل وموجودين في نفس البلين. طيب بعد كده بيقول لك انا عايز الباور ديليفرد تو ماتش اللود، ومديني ايه؟ مديني الساي تي بكام والساي ار بكام، وبيقول لي الاثنين في نفس البلين. طيب لو الاثنين في نفس البلين ف يعني ممكن اقول على طول ان ايه، انا ممكن احط الايكويشن دي، هلاقي في الاخر بس ان الجين بتاعي مش هيبقى ماكسيمم، هو بيقول لي ان الساي بتساوي 30، فاروح اشوف بقى الجين ده، بس مش هحط بقى ساي ب 30، هروح شايف الايكويشن بقى بتاعت الجين بتاع الدايبول، طبعا انا جبتها من فورمولا شيت، عوضت بقى عن الثيتا بال60 اللي هي الايه الانجل دي، لان دي هي اللي ب 30، رحت جايب الجين بتاع الترانسميتر، بالنسبه للريسيفر هيستقبل ايه الجين في الاتجاه ده اللي هو الجين بالنسبه للثيتا دي اللي هي بالنسبه له 90 ناقص ساي، ساي ار هنا ب 45، يعني ايه يعني دي هتبقى 45، يبقى ايه، يبقى هعوض عن الجي ار عشان اجيب 45. فكده انا الراجل ده ما بقاش ماكسيمم والراجل ده ما بقاش ماكسيمم. لكن انا كان في ترمين تاني، في ترم كمان بتاع البولاريزيشن ميس ماتش، لكن بما ان الاثنين في نفس البلين، ودي كانت حاجه في المعمل الويفز يعني لو تفتكروا، فمش هيحصل اي بولاريزيشن لوس. ليه بقى؟ عشان ده دايما هيكون الكتريك فيلد كده في اتجاه الثيتا، وثيتا معناها ان هو نورمال على الراجل ده، والراجل ده دايما هيبقى في اتجاه الثيتا، وثيتا معناها دايما ان ده نورمال على الراجل ده. ففي الحقيقه بالنسبه للدايبولز انا عشان اضمن ان الدنيا مش هيحصل فيها بولاريزيشن ميس ماتش، انا بس بشوف البلين اللي الاثنين انتنز موجودين فيه، لو الاثنين في نفس البلين خلاص شكرا انا كده ما عنديش اي بولاريزيشن ميس ماتش. لكن يبدا يحصل بولاريزيشن ميس ماتش لو الايه، لو مثلا انتنا منهم، عشان كده حتى ايه، عشان كده الدايبول انتنا اللي كانت بتتحط على السطح اللي هي الياجي دي كانت بتبقى اللي هو الاريال بتاع زمان يعني، كان بيبقى بالشكل ده ليه؟ عشان يبقى هوريزونتال، هو بيبقى دايما يحرصوا ان هو حاطينه بشكل هوريزونتال عشان يستقبل الايه، عشان يستقبل الهوريزونتال بولاريزيشن، لان هو ما دام هوريزونتال فخلاص انا هخلي الريسيفر بالشكل ده، هخلي الترانسميتر برضو هوريزونتال برضو كده، ايا كان بقى الانجل دي عامله كده الانجل دي عامله كده، ما دام كلها هوريزونتال يبقى ايه، يبقى خلاص انا كده هبقى نفس البولاريزيشن، مش هيبقى فيها اي بولاريزيشن ميس ماتش. فهو بيقول في الاخر وات كايند اوف ميس ماتش اوكورز، هقول له ايه ذا باترن ميس ماتش، يعني الميس ماتش بسبب ان الباترن مش ماكسيمم. طيب بعد كده رابع او دي يعني كان بيقول لي طب الباور ديليفرد لماتش اللود لو بقى ايه، بيقول لي الساي ار والساي تي بزيرو، لكن اليو ار بتحط انجل 45 مع اليو تي. دي بقى اللي انت عشان هي لازم تكون فعلا مش في نفس البلين، ودي اللي كنت بقول لكم عليها ان هي هتبنها قوي هنا، ان هنا بقى انا الساي اليو تي مثلا لو عامله كده فيرتيكال كده كامله، فاليو ار مايله كده اهو بانجل ايه؟ بانجل 45، لكن الاثنين يعني الاثنين اكشلي قصاد بعض يعني، فالاثنين كباترن شايفين الجي ماكس. فاجي اشوف الباور هلاقيها بكام؟
هلاقي طبعا الجي تي والجي ار الاثنين ب 1.64، لكن البولاريزيشن لوس فاكتور هو الايه، هو اللي 45. دي مش زيرو الحقيقه، دي 0.5 يعني، هي بس كانت مستخبيه ورا البتاع دي. هيعمل طبعا ايه، بولاريزيشن ميس ماتش. هبقى اصلحها لكم دلوقتي بسرعه كده قبل ما ننسى. نكيب الانوتيشنز هنا مفيده شويه. نكتبها بقى من اول تاني مثلا 0.5، ونحط لها برضو ال filling. اوكي كمل. انا مش عايز برضو الوقت يسرح مني، اروح اشوف كده احنا بقالنا قد ايه. او هو مش بيقول احنا بقالنا قد ايه، بس ما علينا يعني. ماشي، يعني تقريبا نص ساعه كده ونخلص يعني. طيب اخر حاجه بيقول لي، طب لو بارت ديليفرد للود بس بالامبيدنس 0.8 تايمز، وبيقول لي نفس الكونديشنز بتاع بارت بي اللي هي كانت بتعمل الماكسيمم باور ترانسفير، فهي بس كل الفرق ايه، ان هيبقى عندي في الريسيفر جاما ار، فهحتاج بس ان انا افتكر القانون بتاع الجاما. مساله يعني مساله شويه، بس هي حته البولاريزيشن دي اللي بتلخبط يعني. طيب المساله دي برضو يعني تطبيق مباشر قوي على فريس، وبصوا فيها يعني. انا بس ايه، عايز بسرعه اروح للمساله دي، لان دي احنا بنعمل بقى نفس اللي احنا عملناه على الايفكتيف لينث، او يعني نفس عملناه في الايفكتيف لينث بالنسبه للدايبول، بس على اللوب انتن. فاللوب ايه، بتلخبط شويه. طيب فهو هنا بيقول لي برضو starting with a contribution of a small loop antenna in the transmit mode، نفس الكلام، ويز reciprocity، عايز يدرايف expression للopen circuit voltage. طيب هو بيوصل الويف عامل ازاي، بيقول لي الويف اللي جاي له هو عايز open circuit voltage، بيقول لي الويف دي uniform ال propagation vector. يعني بقى ايه دي، برضو الليزر ال propagation vector وال electric field vector الاثنين parallel to the loop plane، يعني الاثنين موجودين في البلين. فاقدر اقول ان مثلا كان الويف ماشيه في الاتجاه ده والالكتريك فيلد في الاتجاه ده. هو طبعا بما انها يونيفورم بلين ويف عاديه تي ام، فانت ايه تقدر تقول على طول ان الالكتريك فيلد نورمال كده، الماجنتيك فيلد خارج من الصفحه، لان هو اوريدي قال لي ان الالكتريك فيلد في نفس البلين. فانا ايه، الويف جاي عليا بالشكل دوت، فانا وصفتها بالايه، بالمنظر ده. الالكتريك فيلد في اتجاه الاكس عباره عن نود ماشي في اتجاه البوزيتيف واي، يبقى اي تو ذا ماينس جي كي واي. وبعد كده برضه عامل نفس الكلام، مسكت برضه نقطتين، قلت يبقى في ان عند نقطه معينه اوفر اي عند سم فاي برايم بتساوي اي دوت دي ال عند نفس الفاي برايم دي اوفر الاي شورت سيركت بتاعتي، زي ما عملنا بالظبط. بس هنا طبعا الدي ال هتبقى بقى ايه، تعالوا كده نجيب برضه البن. هنا الدي ال لو احنا مثلا افترضنا ان بورت نمبر 1 القلم راح فين، لا ثواني عايزين بس، طب تعالى نخرج كده. ماشي، خلينا نمسح الان كده، وخلينا سلايد شو تاني. طيب نجيب البن تاني. طيب الاي دوت دي ال بقى ايه اخبارها؟ انا ممكن اقول ان ده مثلا بورت 1، وده كده ايه، ده كده سم بورت 2 مثلا. فبالتالي اقدر اقول ان هو ده ال دي ال بتاعي اللي هو في اتجاه ال A5 برايم، وان هنا ال VN. فبالتالي انا محتاج ايه، محتاج اشوف ال دي ال ده ايه اخباره. فهروح برضو عامل ايه، اروح مودي دي الناحيه الثانيه، هقول يبقى شورت سيركت هي، اروح قايل برضو دي كده VN، واروح قايل ان A5 برايم هي اي نود في اتجاه ال A5 برايم. اقدر اقول ان الاي دي هي اي نود في اتجاه الاي 5 برايم، وادي الاي شورت سيركت الناحيه دي، هنا اي نود على في ان هي واحد على زد انتنا. هينتجريت بقى ايه الاي اكس في الاي نود ده كده على بعضه، هو مين، هو الاي دوت دي ال، او هي هو الاي يعني لحد هنا. طيب وبعدين الاي اوف 5 برايم، خليها برضو يعني الاي 5 برايم ده اكشلي سكيلر،
مش فيكتور. والاي انا عارف ان هو انا بقسيم دايما ان هو ايه كونستنت بالنسبه لللوب، فهنا الاي دي اكشولي هتبقى اي نوت بس ما فيهاش ايه فاي برايم لان ده مش فيكتور، هنا مش زي الجي يعني. لكن الراجل ده هو اللي ايه، هو اللي عباره عن دي ال في ايه فاي برايم عشان انا عندي في دوت برودكت هنا. فالاي فاي برايم دي اكشولي مع الاي بقى دي فاي برايم، دول ايه، دول اللي هم الدي ال والالكتريك فيلد عامل اهو، وبعد كده بقى انتجريت الكلام ده. طيب فانا بس ايه هلاقي بس ان الاي فاي برايم دي انا مش عارف يعني اتعامل معاها ازاي، فاروح قايل له اوكي انت هتسيبها جوه الانتجريشن وهجيب الواي ان تيرمز اوف فاي برايم. طيب انا هروح قايل له ايه، هو الالكتريك فيلد بيتغير كده ايه مع الواي، وفي نفس الوقت انا هنا بانتجريت على فاي برايم يعني بتحرك على الراجل ده كده، فالواي ايه، الواي اكشلي بتتغير معايا، فالواي حتى احنا ممكن نقول ان هي واي برايم اساسا لو هنتكلم بقى صح يعني. فاقدر اقول ان الواي هي ايه ساين فاي، بس ساين فاي برايم بقى لان الواي هنا بتتغير جوه الانتجريشن. فاقدر اقول ان الاكسبوننشال ده هو اي تو ذا نيجاتيف جي كي في ايه ساين فاي برايم، واروح ايه عاملها برضو بالابروكسيميشن ده على اساس ان هي كده بقت كي ايه، وكي ايه معناها ان ايه، معناها ان هي ايه اوفر لامدا، فده بيبقى رقم صغير قوي. طيب يبقى خلينا ايه، خلينا كده ايه نكيب الانوتيشن ولا ما نكيبش يعني، ديسكارد بقى مش مشكلة. احنا ايه يعني بنفصل بس الدنيا عندنا عبارة عن ايه. طيب احنا بنقول ايه، بنقول والله لو انا قلت الكلام ده يبقى اقدر اقول ان هي عبارة عن اي نوت اي ذا ماينس جي كي اي ساين فاي برايم، تمام، في اي فاي برايم دي اي فاي برايم. فانا كده خلاص اوكي انا فاضل لي بس الاي فاي برايم. اي فاي برايم اقدر اقول ان هي ايه من المنظر ده بقى، هي حاجه في الاتجاه ده، فاقدر ان انا اقول ان نرجع تاني نعمل انوتيشن سلايد شو، اقدر اقول ايه جيومتريكلي يعني اقدر اقول ان هو مش عايز يستعمل البن الا وانا زومد اوت، اقدر اقول ان ده كده نورمال تمام، وده كده هو فاي، يبقى ده كده هو ايه، ممكن نقول ده كده 90 ناقص فاي يبقى ده هو الفاي. فاقدر اقول ان الاي فاي برايم هو كوساين فاي برايم في الاي واي ماينس ساين فاي برايم في الاي اكس زي ما عملنا كده بالظبط. وبما ان الالكتر فيلد في اتجاه الاي اكس، فهروح انا ايه، هروح انا انزل بقى تحت ليه بقى نسيب الانوتيشن ده هيفيدنا مش مشكلة. هروح بقى حاطط ده كده دوت الاي فاي برايم اللي هي هاخد جزء بقى الاي كومبوننت بتاعت الاكس بس اللي هي نيجاتيف ساين فاي برايم اي دي فاي برايم. الكلام ده طبعا هن ايه هن انتجريته بس طبعا هروح متصرف بقى في الاكسبوننشال ده لان انا كده بقى عندي اكسبوننشال ساين، اتصرف فيه بالاكسبوننشال ده زي ما قلنا، يطلع لي في الاخر ايه بالشكل اللي بالظبط اي نوت في جي لامدا اوفر 2 سي لامدا سكويرد. هل ممكن ان انا اجيبها برضو بنفس الطريقه الثانيه؟ اه ممكن اجيبها بنفس ايه الطريقه الثانيه، مش عارف صراحه انا اعملها لكم في الورق ازاي، نبص كده بسرعه. لا انا هعملها لكم بالطريقه دي بس الحقيقه، بس لان هو طبعا طلب الدرايف يعني فده هي الصح، بس ممكن نعملها دلوقتي سريعا كده، انا بس مش عايز والله اضيع لكم وقت كتير عشان حاطين احنا نتكلم في polarization شويه بس يعني بلاش، انتوا خلاص عملتوها زي المره الاولانيه بالظبط. هروح اشوف الالكتريك فيلد اللي طالع لي من اللوب انتنا بالظبط عادي جدا، وهروح معوض بايه البارامترز اللي عندي دي واسويه بالالكتريك فيلد بتاع الافكتيف لينث. طبعا في اوبن سيركت خلاص احنا كده جبناها ماشي. بعد كده بقى ايه تاني نقطه كان بيقول لي بس ايه ان انا عندي بقى يونيفورم بلين، وبيدي شويه ارقام يعني بيقول لي ايه، بيقول لي الالكتريك فيلد كان بارلل تو ذا لوب بلين احسب الاوبن سيركت فولتج لو بروباجيشن فيكتور از ان ذا لوب بلين اول نقطه، وتاني حاجه ميكس 45 ديجريز. طيب اهو احنا عاملينها سكند ابروتش والله انا ناسي. طيب فانا ايه سكند ابروتش خلاص هي دي بالسكند ابروتش ممكن تبقوا تبصوا فيها يعني، بس تاني نقطه هي دي. طيب فهو هنا ايه بيقول لي احسب الفي اوبن سيركت لو البروبجيشن في اللوب بلين. طب لو البروبجيشن في اللوب بلين هو ده اللي احنا عملناه اوريدي،
فانا هاخد نفس الكلام اللي انا جبته وهقعد فيه على طول. تاني نقطه بيقول لي لو بروبيجيشن مش في اللوب لين، يعني ايه مش في اللوب لين؟ يعني بدل ما انا ماشي كده في الواي اكسس، لا انا في كومبوننت في الواي وكومبوننت تاني في الزد، كان الويف مايله كده، البروبيجيشن بتاعها مايل، جزء منه هوريزونتال جزء منه فيرتيكال كده، ايه خارج بره الصفحه، مايله كده، ايه مايله على الصوره اللي عندنا. فساعتها بنقول ايه؟ بنقول اوكي انا هروح احط بقى البروبيجيشن فيكتور كامل بالشكل ده كده، واروح قايل ان اي حاجه على اللوب لين دي كان تقريبا عندها زد بزيرو، فالكي بتاعتي اتقسمت على روت 2، واروح مكمل بعد كده عادي جدا، هلاقي ايه قانون اتقسم على روت 2. بس لغايه هنا احنا يعتبر يعني كفرد الموست يعني امبورتنت بروبلمز يعني في الريسيفنج انتنز. انا بس هتكلم على البولاريزيشن سريعا للي ناسيه، وبرده دي حاجه زي ما قلت اكسترا، عشان كده هنطول شويه وقت السكشن، لكن غير كده فاحنا يعتبر خلاص انا كده قلت اللي انا عايز اقوله. طيب البولاريزيشن عباره عن ايه؟ البولاريزيشن زي ما احنا فاكرين هو اتجاه الالكتريك فيلد ليس اكثر، واحنا ليه بنتكلم في الكلام ده؟ عشان حته البولاريزيشن لوس فاكتور بتاع الترانسميشن فورمولا. احنا عندنا ثلاث انواع من البولاريزيشن، كل اللي احنا اتكلمنا عليهم او كل البولاريزيشن اللي احنا عملناها لحد دلوقتي كانت لينير بولاريزيشن. يعني ايه لينير بولاريزيشن؟ خلينا الاول ده فيديو هيشرح لكم البارلل يعني السيركيولر، فخلينا الاول بس ايه نوتيت كده الدنيا عشان برضو نتخيل. انا لو بتكلم في لينير بولاريزيشن يبقى انا بقول ان الالكتريك فيلد بتاعي، الالكتريك فيلد يعني انا مثلا عندي ويف ماشيه ايه ماركو ازاي. طيب خلينا نتفرج على فيديو، او هقول لكم حاجه مش عارف والله، مش عارف اتفرج على فيديو ولا لا، استنى. هو الفكره ان السلايدز اللي بعدها يعني بتعرض الموضوع بشكل احسن شويه، فانا يعني عايز بس الاول اديكم فكره قبل ما نشوف الفيديو. طيب انا لو بتكلم ان انا في عندي ويف، الويف اللي احنا كنا بنتكلم عليها دايما هي بتبقى يعني ماشيه كده، ماشيه مثلا along some زد مثلا، بس الويف دي المفروض ان هي في الحقيقه بتتغير مع التايم، يعني هي دلوقتي بالشكل ده، لكن لو انا خدت سناب شوت بعد سم تايم قليل قوي هلاقي مثلا ايه، هلاقي حاجه شكلها كده، مش عارف هو بيوقف ليه ولا بيشتغل ليه، هلاقي ان شكلها كده مثلا، بعد شويه تايم هلاقي ايه، هلاقي ان هي عامله كده، بعدها شوية هتتشفت even more مثلا ادي in color، وأي ما لوس كليك بيشتغل على طول مش عارف ليه، ما علينا، يطلع مثلا كده، فالويف ايه عمالة تتحرك. فأنا لما بتكلم في polarization أنا ببص على نقطة معينة في التايم وأشوف اللي بيحصل، electric field اتجاهه عامل ازاي، هو مثلا كان شكله عامل كده، فده معناه ايه؟ ان في النقطه دي الالكتريك فيلد اتجاهه نزل مع التايم، وبعد كده هيرجع يطلع تاني مع التايم، فالاتجاه عمال يتغير along line along straight line ولا along circle ولا along ellipse، هو ده polarization types. ان انا بشوف اتجاه الالكتريك فيلد مع بيتغير ازاي، فده مثلا circle polarization. خلينا نشوف كده، هو هنا بقى انيميشن فجايب لي الدنيا مع التايم عامله ازاي. هنا كده ايه نجيب الليزر بوينتر اهو، شايفين ما الويف بتتحرك ازاي، ان انا هنا لو خدنا بالنا، بس عايز بس اوقف شويه كده يا ربي البروفيشناليزم بتبوظ. خلينا نجيب الماوس عادي، سيبنا من الليزر بوينتر دلوقتي. فبص الويف ماشية الناحية دي، هي ماشية عادي جدا، بس لو بصيت اهو ده linear polarization اهو، انا كويس الفيديو شرح كل حاجة. linear polarization بصوا ال electric field عمال يتغير along الايه اللاين، هو هنا عامل ايه؟ هو هنا بيقول ان هو حاطط component electric field vertical و component تانية horizontal، ال components دي بتتحرك مع الويف، فال electric field total بيبقى عمال هو مجموع الاثنين ريزلت بتاعت الاثنين، فعمال ايه زي ما احنا شايفين كده عمال يزيد في الاتجاه المايل ده ويرجع ايه يقل ويزيد في الاتجاه المايل الناحيه الثانيه، فبالتالي التغير بتاعه along اللاين اللي مايل ده مع التايم، التغير بتاعه مع التايم طبعا مع السبيس وعمال يتحرك. طيب فهو بيقول لك ايه الكلام ده كان ظاهر ليه؟ لان الاثنين ساينز دول كانوا
كانوا الاتنين عند نفس النقطة، كانوا الاتنين in phase. يعني ايه الاتنين كانوا in phase؟ بص كانوا عاملين ازاي، الاتنين كانوا بادئين من نفس الزيرو وبيتقابلوا في نفس الزيرو، فالاتنين كانوا in phase. لكن لو انا عملت phase shift بربع cycle بس، ايه اللي هيحصل بقى؟ هلاقي ان لما بيبقى ده maximum ده بيبقى زيرو، لما ده بيبقى زيرو ده بيبقى maximum. فهنبص ايه؟ نبص ده عمال يقل ويزيد، ده بيقل ويزيد، بس في فرق ما بينهم بيخلي ان ده لما يبقى ماكسيمم ده بيبقى زيرو، ده بيبقى زيرو، ده بيبقى ماكسيمم. فتبص بقى كده على الاوفرول او الريزلتنت، تلاقي ان هو ايه؟ بيتحرك ان السيركل، لانه لما يبقى ده ماكسيمم وده زيرو بعد كده يرجعوا يتعكسوا، فهو كانه اتجاه الماكسيمم بتاعه ما يتغير. فهنا الالكتريك فيلد بايه؟ الاتجاه بيتحرك على سايكل، على سيركل. لكن الفرق بس ايه بقى؟ هو هنا كان بيقول الكتريكالي بولارايزد بقى، ان هل السيركل دي سيركل عادية جدا ولا لا؟ يعني انت دلوقتي لو جيت بصيت على الويف دي، الويف اللي بتتحرك دي، هي فيها كومبوننت حمراء وكومبوننت زرقاء، لو الاثنين قد بعض بالظبط هتبقى سيركل، لكن لو الاحمر مثلا اطول هتلاقي الايه الدايركشن بيطول قوي الناحيه دي وبيرجع ايه يقصر الناحيه دي، فتلاقي ان هو اليبس كده طالع لفوق ونازل تحت. فعشان كده احنا بنقول ان في ثلاث انواع، السيركلر والاليبتيكال واللينير. اولا اللينير اللي هو ان فيز، بس ما دام في فرق في الفيز ب 45 90 ديجريز في شيفت، هتلاقي ان هو يا اما اليبتيكال يا اما سيركلر حسب فرق الماجنتيودز بتاعت الاثنين. طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده ماثيماتيكلي عامل ازاي. اوكي ده كده الالكتريك فيلد مع التايم دومين. الحقيقه واحنا قلنا كمان ان هو فعلا هو بيتغير مع التايم، دي مثلا اول لحظه بعد كده اتحرك شويه بقى كده. طيب فبنقول ايه؟ الديلي عامه معناه نيجاتيف فيز شيفت. فلما انا اقول لك انا اخرت واحده يبقى انا عملت لها نيجاتيف فيز شيفت، فبيقول لي والله لو انا عندي اتنين كومبوننتس، واحده اكس وواحده واي، والريشيو ما بينهم ريل، يبقى الريشيو ما بينهم في التايم دومين ريل برضو، يعني واحده كوساين والتانيه كوساين برضو، فالاتنين كده ان فيز، فكده لينير بولاريزيشن. دي بقى في الفورم دي. بعد كده طيب لو الريشيو ما بينهم فيها ماينس جي، احنا بنقول ان الديلي هو ماينس فيز شيفت، فلو الاي اكس هي ماينس جي في اي واي، يبقى الاي اكس متاخر عن اي واي بربع انجل، بربع بيريود 90 درجه يعني. فبما ان الاي اكس ديليد، بنقول ايه بقى؟ بنقول ده سيركل بولاريزيشن، عشان زي ما قلنا ان الاثنين بيساوي بعض عامه، يعني كمان ماجنيتيود اي اكس بيساوي اي واي، بس الفرق ما بينهم ماينس جي. بس السيركل بولاريزيشن ده بنقول ان هو يا اما ليفت هاند او رايت هاند، او ساعات بيقولوا يا اما كلوك وايز يا اما كاونتر كلوك وايز. بنبص لها ازاي؟ لو انا دلوقتي رحت قايل، لو انا مثلا جيت اعمل كده انوتيشن، قلت لك والله الاكسيس دي مثلا بتاعتي، تمام؟ فايه خلينا كده نبص للموضوع ازاي. مش عارف البوينتر صغير جدا بس علينا. المفروض طبعا الاكسيس بتحط ان تبقى اكس كروس الواي يديني زد بالرايت هاند رول. فعلا ده اللي حصل في الكيس دي، دي بالمناسبه تبقى حاجه مهمه قوي. طيب فاحنا بنقول ايه؟ بنقول ان لو الاي اكس ديليد، يبقى انا بتحرك من، انا دايما بتحرك ايه، من الادفانسد للديليد. بمعنى ايه؟ زي ما مكتوب هنا كده، بمعنى ان الكومبوننت اللي عند الواي هي دي اللي ادفانسد، فهي دي اللي سابقه، فهي دي اللي موجوده دلوقتي، بعد شويه هت ايه يعني، هي في الاول هنا كده عند الواي، وبعدها بشويه هتروح ايه، هتبقى الديليد بقى هي اللي هتظهر، لان انا مأخر دي شويه. فاقدر اقول ان الالكتريك فيلد اتجاهه بيتحرك دايما من ادفانسد للديليد بالشكل ده كده، فهو كده بيتحرك بالشكل ده. طيب فده كده اوكي، هو سيركلر، بس هو اتجاهه عامل ازاي بالنسبه للسيركلر؟ قال لك انت هتحرك ايديك مع الاتجاه ده، وتروح تشوف صباعك الابهام بقى هيشاور على اتجاه بروباجيشن امتى، لو رايت هاند ولا ليفت هاند. يعني انت تعالى مثلا نجرب رايت هاند، لو انا حركت كده صوابعي مع الراجل ده كده، هلاقي ان انا ايه الرايت هاند رول بتطلع لي اتجاه بروباجيشن الناحيه دي، واتجاه بروباجيشن انا عارف ان هو الناحيه دي، هو قايل لي كده. فده معناه ان هي ايه بالمنظر ده مش رايت هاند رول، لكن بايدك الشمال هتلاقي ان انت بتتحرك من واي لاكس عشان تطلع الايه الزد، فدي كده ايه ليفت هاند سيركل بولرايزد. اللي هي بقى امتى؟ اللي هي بتكون اي اكس ديليد عن اي واي لو البروباجيشن في بوزيتيف زد، ان هي يعني على الشكل ده بالظبط. طب ديليد يعني ايه؟ يعني الاي اكس ريشيو ما بينها وبين اي واي هي نيجاتيف جي. طبعا نفس الكلام ان انا ايه
دي تبقى جي لان برضو نفس الكلام. طيب امال ايه موضوع الكاونتر كلوك وايز؟ امتى بقى بقول ان كلوك وايز كاونتر كلوك وايز؟ يقول لك انت بس بتخلي الويف ماشيه بعيد عنك، الويف بتجو اواي، دي مهمه قوي، فبالتالي انت بص للويف وهي من الناحيه دي، بص لها من الناحيه دي لانها ماشيه ايه في الزد. لو انت بص لها الناحيه دي هتلاقي ان انت بص لها وهي عامله كده، لان الزد خارجه، زد داخله بقى، سوري. فده كده عباره عن ايه ده يا جماعه؟ ده كايه ده؟ كاونتر كلوك وايز. طبعا انت ممكن عشان ما تلاقيش نفسك تقول على طول ان هي ليفت هاند سيركل كلوك وايز. طيب عكس الكلام ده بالظبط هو ايه؟ هو الرايت هاند سيركلر بولاريزيشن. نقول ان الاي واي هي اللي ديليد او ان الاي اكس هي اللي ادفانسد، وبالتالي فايه؟ فانا لو طبقت الرايت هاند رول هلاقي ان البروباجيشن هو اللي طلع معايا، ولو بصيت عليها وهي ماشيه هلاقي ان هي كلوك وايز. برضه انا ممكن اقول من هنا ان ده كده الاكس برضه من الرايت هاند رول، وده الواي وده الزد. خد بالك راسه الاكسيس بتبقى ايه؟ طبقا للرايت هاند رول يعني. وهو هنا الدايركشن بقى ان الراجل ده هو اللي ادفانسد يعني، فبالتالي انا بتحرك بالشكل ده كده. فلاقي ان مين بقى الرول اللي هتمشي معايا؟ الرايت هاند رول. لو انا حركت ايدي هلاقي ان ايه؟ هلاقي ان هي بالشكل ده. طيب وطبعا اليبتيكال معناها ايه؟ معناها بس ان الماجنتيود مختلفه. قلنا هنا اذروايز يعني بيبقى اليبتيكال على طول. طيب وايه هنشوف شويه بقى ايه يعني، هنشوف بس مساله كده سريعه، هي المساله دي يعني نختم بيها بقى ان شاء الله. ان هو بيروح قايل لي ايه؟ بيقول لي طيب يعني خلينا ايه؟ خلينا نكتبها كده. ديسكارد بقى مش لازم. بيقول لي انا عندي رايت هاند سيركيولايزد يونيفورم بلين ويف. طب اقول لكم حاجه، احنا خلينا ايه؟ خلينا نرسمها بس الاول، وبعدين هنبقى نمسح بقى الكلام براحتنا او نبقى نكتب براحتنا. طيب هو بيقول لي انا عندي بلين ويف ماشيه في البوزيتيف زد، اروح انا مبدئيا كده في النوعيه دي من المسائل لو جت يعني، اروح حاطط الاكسيس بتاعتي، بحطها بقى ازاي؟ طبقا للرايت هاند رول. اروح حاطط ان انا عايز ان ده يبقى بوزيتيف زد، وانا ايه عايز اكس كروس واي يديني زد، يبقى اكس المره دي هيبقى فوق عشان يبقى اكس كروس واي يديني زد. بيقول لي ان الويف ماشيه في البوزيتيف زد رايت هاند سيركيولي بولرايزد. بيقول لي ان الريسيفنج انتنا مره كانت ليفت هاند سيركيولي بولرايزد، رايت هاند سيركيولي بولرايزد. طيب بالنسبه للترانسميتد خلاص انا عارف ان الترانسميتد او الويف اللي نازله الانسيدنت يعني اللي هي بتبقى رو تي هتبقى ماشيه في البوزيتيف زد، فاروح اشوف لو هي رايت هاند سيركيولي بولرايزد عايز تمشي في بوزيتيف زد، يبقى هطبق رايت هاند رول هلاقي ايه؟ ان هي من اكس لواي، يبقى الاقي ان الديليد هو واي، يبقى ايه؟ تعالوا بقى نسكيب الانتيجر المره دي. طيب فهي كده قلنا هتحرك من الاكس للواي، من الادفانسد للديليت، يبقى مبدئيا احط واحد على روت 2 في اي اكس ماينس جي اي واي، عشان ايه؟ عشان الديليت عندي هو اي واي، والديليت دايما هو اللي بيبقى فيه ماينس جي. طيب الريسيفد بقى ولا الريسيفنج؟ الريسيفنج بقى انت بتقول لي ان الانتنه اللي راجعه دي رايت هاند سيركل، فهنا بقى بن ايه بنركز شويه. بما انها رايت هاند ده معناه ان هي لو هترانسميت رايت هاند سيركل بولرايزد، يبقى اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان الويف اللي خارجه منها في عكس الاتجاه بقى في النيجاتيف زد هتبقى رايت هاند سيركل بولرايزد. وهي بقى لو رايت هاند سيركل بولرايزد وفي النيجاتيف زد هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى من واي لاكس، يعني عكس اللي احنا عملناه. هتروح قايل ايه بقى؟ هتقول لي يبقى واحد على روت 2 ايه بقى في اي اكس بلس بقى جي اي واي، ان هي من واي لاكس، في الواي هو اللي ادفانسد في الكيس دي. فلما تيجي تحط البولاريزيشن لوس فاكتور بتعمل ايه؟ الموضوع سهل بس بيلخبط. هتحطهم الاثنين مع بعض تعمل دوت برودكت، فهتروح حاطط مبدئيا كده على روت 2 في 1 على روت 2 يبقى نص اي اي اكس في اي اكس يعني واحد بلس اي واي في اي واي اللي هي نيجاتيف جي. كل ده ايه؟ كل ده خد بالك ماشي يعني، نقفل بقى القوس ناخد الماجنتيود بتاع الكلام ده كله سكوير. طبعا ده هيطلع ب 2، 2 على 2 1، يبقى هيطلع لي ايه؟ 1. ميك سنس طبعا، لان ايه؟
لان اكيد لو رايت هاند سيكولرايزد ويف بقى ما يعني مش هيبقى في ميس ماتش ما بينها وبين رايت هاند سيكولرايزد انتنا يعني. طيب في الكيس الثانيه فاحنا عايزين نشوف بقى الكيس الثانيه ان هي ليفت هاند سيكولرايزد، يعني ممكن نقول ايه، نروح حاطين مثلا دي كده مثلا، نحط دي مثلا ايه مثلا بي، طبعا هيبقى الفرق دي هتبقى ماينس. هروح اعمل ايه بقى، هروح واخد كل دي كده بيست، مثلا ان دي تبقى بالنسبه لايه، دي تبقى بالنسبه لبي، يعني طبعا المفروض دي نقطه ايه ونقطه بي يعني، بس امين يعني. هروح حاطط بقى ايه، هقول له ايه اكس في اكس، واي واي بقى هتبقى نيجاتيف جي في نيجاتيف جي، نيجاتيف جي في نيجاتيف جي هطلع لي ايه، هطلع لي نيجاتيف 1، ده كده على بعضه هيطلع لي نيجاتيف 1، هيطلع لي 0. بس كده احنا خلصنا، فاضل لنا بقى السكشن بتاع الاريز ان شاء الله هنديه في الكليه، و good luck folks.